يا رب اخرجني منها من الدنيا دي على خير وتبقى انت راضي. ربنا يديك طول العمر، ربنا يخليك لنا. بعد إعلان وفاته من قبل زميل له حقيقة وفاة الفنان أحمد حلاوة ورسالة من ابنته، حقيقة وفاة الفنان أحمد حلاوة منذ ساعات تكرر نفس الخطأ وتم إعلان خبر وفاة الفنان أحمد حلاوة، وذلك من قبل حساب الفنان محمد محمود على الفيسبوك، إلا أن الخبر لم يكن صحيح. وقد صرح رئيس المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي إن تلك الأخبار غير صحيحة، ونكشف لكم تفاصيل حول حقيقة وفاة الفنان أحمد حلاوة، وذلك بعد أن تكرر خبر التصريح بوفاته من قبل زملائه في العمل، حيث لا تعتبر تلك هذه هي المرة الأولى التي يخرج بها زميل ويصدر تصريح حول وفاته، فقد تم التصريح بالخبر نفسه من قبل الفنانة نهال عنبر، والتي صرحت اليوم في فيديو أنهم روجوا تلك الشائعة عنها قبل ذلك. وقد جاء إعلان محمد محمود حول وفاة الفنان أحمد حلاوة عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: هبة أحمد حلاوة باكية، والدي في غيبوبة ادعوا له. قالت هبة أحمد حلاوة في تصريحات خاصة إن الحالة الصحية لوالدها خطرة للغاية، وإنه يتواجد حاليا على جهاز تنفس صناعي، بالإضافة إلى دخوله في حالة غيبوبة. الناس اللي كل شوية تكتب إنه مات ترتاح، والدي تعبان جدا ادعوا له. وكانت هبة أحمد حلاوة قد قالت في تصريحات تلفزيونية سابقة: طمنوا يا جماعة، طمنوا بابا على قيد الحياة، طمنوا دي إشاعات، طمنوا خليها على الله، وإن كنت هقابل ربنا فقابله بوجه كريم. إن حالة الفنان أحمد حلاوة مستقرة، ولكنه أبدى غضبه الشديد بعد الشائعات التي ترددت بشأن وفاته. طلب المخرج تامر حمزة عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك عدم الترويج للشائعات، خاصة بعد انتشار شائعة وفاة الفنان الكبير أحمد حلاوة. وكتب حمزة: أرجوكم اتأكدوا الأول وبلاش إشاعات، دكتور أحمد حلاوة بخير، ربنا يديله الصحة ويرجع لنا على خير بإذن الله.